أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة 22 في حلقة جديدة من برنامجكم حديث مغاربي. ارتفعت الأصوات الحقوقية والإعلامية والجمعوية، وارتفعت معها حدة الإدانة والاستهجان التي يقودها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات وأحزاب سياسية تنديدا بقرار تشميع مقر وكالة انترفاس ميديا ناشرة موقعي غادو ام ومغرب اميرجون إثر عملية مداهمة، وبحضور الصحفي القاضي إحسان مكبل اليدين، ما أثار موجة سخط عارمة. فمنذ إغلاق المؤسسة واعتقال مديرها، والمقالات والتدوينات تنشر كل يوم بخصوص الموضوع. وفي حديث مغاربي اليوم نستضيف ضيفين من المغرب ومن تونس لتسليط الضوء على الواقعة من وجهة نظرهم ومن مواقعهم كإعلاميين. معنا من تونس الصحفي غسان خليفة. أهلا بك أستاذ غسان بن خليفة. غسان، أهلا بك وبكل المتابعين والمشاهدين. مرحبا. ومن المغرب سينضم إلينا الإعلامي إبراهيم بوليد بعد لحظات. غسان، بداية، كيف تابعت ملف وواقعة غاديو أم من موقعك طبعا كإعلامي تونسي؟ شكرا مجددا على الاستضافة. طبعا كل الصحفيين وكل المهتمين بالشأن العام في المنطقة المغاربية عموما تابعت ذلك بانشغال وبتخوف على ما المربعات الأخيرة لحرية التعبير والصحافة في الجزائر الحقيقة. وطبعا نحن لا نفهم، حسب الأخبار الواردة لم نفهم بعد الأسباب الرسمية على الأقل لقرار الإغلاق ولقرار الصحفي إحسان القاضي. فطبعا هذا خبر سيء ونحن منزعجون لهذا الخبر، لأن أي تراجع في حرية التعبير في أي بلد من بلدان المنطقة هو بالضرورة ليس في صالح الشعوب وليس في صالح بلداننا. ومن موقع المتواضع، وأعتقد نقابة الصحفيين التونسيين كذلك أصدرت بيانا، نطالب طبعا بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي و بإعادة فتح راد أم ومغرب إميرجون وكل وسائل الإعلام والإفراج عن كل الناشطين والصحفيين وسجناء الرأي في الجزائر. غسان، أنت مررت من نفس التجربة، تجربة تفتيش المنزل، الاعتقال، حجز المعدات، هل لك أن تسرد لنا تفاصيل قصتك يا غسان؟ والله باختصار هي الواقعة التي حصلت معي غريبة جدا، لأنه أنا لم يعني حتى لم أعتقل بسبب نشاطي الصحفي. يعني تم تلفيق تهمة أنني قد أكون مشرفا بشكل خفي على صفحة على الفيسبوك اسمها البركان التونسي، وهي صفحة متخصصة في نشر أخبار زائفة و أخبار تحريضية وبقيت مضمون تكفيري أحيانا استهدفت الرأي الصعيد. ولا أدري كيف، يعني وزارة الداخلية وإحدى الإدارات التقنية أصدرت تقريرا وجدت فيه أنني أن رقم هاتفي ارتبط ذات مرة بهذه الصفحة، وبعد 5 أيام من الاعتقال تم إيقاف شخص آخر اللي هو المشرف الحقيقي على هذه الصفحة، واعترف أنه المشرف الوحيد والحقيقي وإلى آخره. ومع ذلك يعني تح على ذمة البحث، وتم مرة أخرى بعد أن استلمت قواسيد في استرجعها قاضي التحقيق بقطب الأرياف لاستكمال الأبحاث، وأنا نزلت على ذمة هذه القضية وكذلك قضية أخرى مرتبطة بها بتهمة الإساءة للغير على شبكات التواصل. يعني ليس هناك أي شيء ملموس حول هذه القضية، فقد ممكن هناك قراءات سياسية قد أكون ضحية صراع على السلطة بين قيس سعيد ومعارضيه، قد يكون هناك في الدولة من يمهد الطريق ربما لحالة إغلاق تامة، وقد يكون استهداف بعض الصحفيين والناشطين هو تمهيدا لذلك. قد يكون كذلك هناك احتمال أنه بسبب مناطق تبيع قد يكون حصل اختراق لهاتفي من قبل جهات صهيونية.
يعني هذه هي الاحتمالات والقراءات، ولكن لم يتم اتهامي لحد الآن بتهمة تتعلق بنشاطي كصحفي أو بما عبرت عنه من آراء معارضة ومقالات أو تحاليل أو غيره. غسان، كما في حالة راديو ام وكما في حالتك وفي كل حالات الصحفيين يتم من بعد التوقيف والاعتقال حجز المعدات، لماذا بالضبط يتم التركيز على الحواسيب وعلى المعدات العمل الصحفي؟ والله هو طبعا من أجل تعطيل العمل الصحفي عموما، يعني أنا في حالتي الحجة الرسمية هي من أجل استكمال الأبحاث حتى تأكد، رغم أنه هذا تم، يعني لما تم إيقافي أخذت معداتي وتم الاطلاع عليها في فرقة مكافحة الإرهاب وأخيه ولم يجدوا شيئا، ولكن هكذا بدا لهم إثر ذلك أن يسترجعوها مجددا لمزيد من الأبحاث التقنية. وفي الأثناء كما ذكرت أنا يعني من دون حاسوب من دون هواتف اضطررت إلى أن أتسلف، يعني أن أقترض يعني مع بعض الأصدقاء، يعني ظروف صعبة ويتم يعني جعلها أكثر صعوبة. نعم، مفهوم يا غسان. نفس الشيء غسان يتوقع تفضل بالنسبة للصحفيين الآخرين. تفضل، أكمل الفكرة ما أطرح إليك سؤال آخر غسان. أتصور بالنسبة لموضوع الراديو، تفضل، تفضل إليك تفضل. الكلمة. أوكي، فقط قلت بالنسبة للراديو إم هو ممكن، لأن هذا هو قرار يعني الحاجز على الآلات لتعطيل عملية البث أتوقع. غسان، في حالة اعتقال صحفي أو إغلاق محطة إعلامية يتم التنديد دوليا، التنديد على الصعيد الوطني قبل الدولي، فتنشر مقالات ويتحدث عنها على الصعيد الدولي. ما برأيك أهمية الضغط الدولي، يعني سواء من طرف منظمات حقوقية أو مؤسسة إعلامية، على في ملف مثل هكذا كملف مثلا راديو أم أو ملفك مثلا على سبيل المثال، ما هي أهمية ضغط هذه المنظمات الدولية في قضايا كهاته؟ هو طبعا أي مجهود للتضامن في المنطقة أو حول العالم هو مجهود جيد يعني محمود ومشكور، ولكن يجب دائما التفرقة بين الضغط من منظمات المجتمع المدني والناشطين والمتعاطفين، وبين كذلك أحيانا هناك ضغط دولي من الدول والتي لا هو فعلا موضوع حقوق الإنسان أو حرية التعبير أو مصالح شعوب، بل هي فقط تستغل هذه الملفات لابتزاز الدول وللضغط أكثر على الأنظمة الحالية من غسان، أجل تحسين شروط المفاوضة على الأقل. غسان، كيف حال حرية التعبير بتونس في هذه الظرفية، سواء المالية والاقتصادية أو الاجتماعية، والأزمة التي تمر بها تونس حالياً؟ هي في حالة هشة وصعبة جدا الحقيقة، لأنه إلى جانب طبعا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر مباشرة على الصحفيين وبعض وسائل الإعلام المستقلة، كذلك مؤخرا تم إصدار مرسوم على الدرجة 54 الذي صار يعني يجرم، ويعني هو يختص حتى بالنشر في وسائل الإعلام الإلكترونية مع المواقع يعني في شبكات التواصل، ولكن تم استعماله مؤخرا أكثر من مرة لاستهداف صحفيين على خلفية مقالات، ما حتى أحيانا مقالات عادية فيها انتقاد لأداء بعض المسؤولين كرئيس الحكومة، فصار يعني أداة. مؤخرا كذلك هناك ناشط لديه صفحة على الفيسبوك يتحدث فيها عن التحركات الاجتماعية في حي التضامن، كذلك تم اعتقاله. صار يعني فعلا، وهو المفروض يعني كل ما عنده علاقة بالصحافة والإعلام هو من اختصاص الهيئة العليا للسمع البصري، كذلك مجلس الصحافة، هناك قانون 2011، ولكن تم تجاوز كل ذلك وصارت بهذا المرسوم النيابة العمومية تتحرك وتستدعي الصحفيين لمقاضاتهم على ما يكتبون وما ينشرون. فهذا فعلا أمر مقلق ونددت به نقابة الصحفيين، وكما قلت يعني الوضع لا يبشر بخير حاليا في خصوص حرية التعبير والصحافة وفي مختلف المجالات خاصة كل ما له علاقة بالاقتصادي والاجتماعي في تونس.
نعم، شكرا لك غسان بن خليفة، صحفية تونسي، كنت معنا مباشرة من تونس. ومشاهدينا سوف نتوقف عند تقرير نتذكر به تفاصيل اعتقال وتشميع مقر راديو ام واعتقال مديره، ثم نعود إليكم. قاموا بمداهمة المقر ثم تشميعه مع مصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية والإذاعية واعتقال المدير. هكذا تعاملت السلطات الجزائرية مع آخر صوت إعلامي حر بالبلد غاديو أم. تم استقدام مدير الإذاعة إحسان القاضي مكبل اليدين إلى مقر وكالة أنتيرفاس ميديا ناشرة موقعي غاديو أم ومغرب أميرجون. ويقضي الصحفي اليوم يومه الثالث بمركز المديرية العامة للأمن الداخلي المعروفة بعنتر بالعاصمة. لم يتم استجواب إحسان ولم يتم إطلاعه على أسباب توقيفه. قوة الأمن حاجزت جميع الأجهزة وأخرجت جميع الصحفيين من المقر مع إبقاء إحسان القاضي داخله. غير هذا، فإحسان القاضي كان قد تلقى دعوة شفهية يوم الأحد 27 نوفمبر الماضي من قبل أعوان بالزي المدني قدموا إلى مقر عمله وطلبوا منه الانتقال معهم إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، حيث أمضى يومها أكثر من 3 ساعات في تكنة عنتر أين تعرض للاستجواب قبل إخلاء سبيله. وكان إحسان تبع في 3 قضايا أمام المحاكم، 2 منها يواجه فيهما تهما خطيرة تتعلق بالإرهاب قبل إسقاط إحداها. On n'a pas pu tenir le CPP le mardi d'avant, c'était une semaine sur deux, et le CEE, pardon, le Café des experts économiques, l'autre mardi, ni le mardi d'avant-hier, parce que à 2 reprises, j'étais pris dans des tâches qui sont en train de devenir habituelles. Donc la première fois chez la juge d'instruction pour une affaire donc, qui, entre-temps, s'est bouclée par un non-lieu, tant mieux, une affaire liée à l'expression et au métier de journalisme. Et je n'ai pas pu aussi animer le Café des experts économiques mardi dernier. J'étais entendu par la brigade de la gendarmerie de Belmondré sur la gestion de l'agence qui est dite Radio M. Et l'enjeu, évidemment, est toujours Radio M et sa capacité à travailler et à vous informer. Et donc voilà, nous nous retrouvons donc ce jeudi pour ce numéro. Nous continuons de travailler en attendant les épées de Damoclès nombreuses qui sont dressées au-dessus de notre tête et qui risquent de tomber à n'importe quel moment. ويزاول القاضي مهنة الصحافة منذ فترة الثمانينات، وعرف عنه انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية. خبر تكبيل يدي الصحفي القاضي إحسان مغطاة بمعطف وهو محاط بعدد من رجال مديرية الأمن الداخلي خلال عملية مداهمة مقر الوكالة أثار العديد من ردود الأفعال السياسية والإعلامية التي شجبت الخبر، كما ارتفعت حدة الإدانة والاستهجان الوطنية والدولية التي يقودها صحفيون ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وأحزاب سياسية. منظمة مراسلون بلا حدود دعت إلى إطلاق سراح إحسان ووقف المضايقات التي طالها منذ مدة، فيما تناقلت قنوات وجرائد دولية قضية إدانة قرار التشميع والاعتقال، كصحيفة لوموند التي عنونت مقالها بآخر صوت إعلامي حر بالجزائر تشميع مقر إذاعة راديو أم وتوقيف مديرها. وأشارت لوموند في مقالها إلى آخر منشور للصحفي والذي تحدث فيه عن تصريح تبون بخصوص استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا. هذا وندد حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإرسادية باعتقال القاضي إحسان وتشميع مقره، وقال أن قمع الحرية والحقوق يتخذ أبعادا مقلقة يوميا بالبلاد. كما كتبت مختلف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والإعلامية بالجزائر وخارجها تندد فيها اعتقال إحسان وتشميع مقر المؤسستين، واعتبرت هذا العمل تكميما للأقلام الحرة وإعداما لحرية التعبير بالبلد. تشاهدون برنامجكم حديث مغاربي على قناة 22، والحلقة تخص واقعة إغلاق وتشميع مقر إذاعة غاديو أم بالجزائر واعتقال مديرها. ينضم إلينا من المغرب الإعلامي إبراهيم بوليد. إبراهيم، أهلا بك. مساء الخير الأخت كريمة، وتحية لك ولكل المشاهدين والمتتبعين. مساء النور إبراهيم. تابعت كإعلامي طبعا مغربي تفاصيل وهذه الواقعة، كيف هي قراءتك للموضوع؟
نعم، كما قلت الأخت كريمة، ففعلا كل المتابعين ليس فقط في المغرب بل في كل أنحاء العالم يتابعون عن قرب ما يحدث، خصوصا واقع الإعلام في الجزائر واعتقال الصحفي إحسان القاضي. أكيد أثار نوع من القلق لدى الجميع باعتبار بأن المشهد يتكرر كل حين في بلاد الجزائر، وما عبرته عنه وسائل الإعلام وكذلك الحقوقيون يذكر بأن ما حدث كان منتظرا باعتبار بأن من يحكم الجزائر لا يريد صوتا صادقا ولا يريد صوتا يظهر بالحقيقة، باعتبار بأن الانتخابات الجزائرية القريبة والتي يسعى من خلالها عدم جيد تبول لعودة رئاسية ثانية في ما يمكن أن يكون قد شبه ما حدث مع عبد العزيز بوتفليقة، يريد هذا النظام أن يخرس وأن يسكت كل الأصوات التي تظهر بالحقيقة، وهذا ليس بأمر غير منتظر باعتبار بأن الصحفي الجزائري إحسان القاضي كان قد تبع في عدة قضايا، من كما أشرت من بينها أنه ساند جمعية صنفت السلطات الجزائرية بأنها تصنف ضمن دائرة الإرهاب، وكذلك كان يجهر بالحقيقة وبصوت اعتبره النظام الجزائري بأنه صوت النشاز، في ظل أن الكل ظل صامتا والكل اتفق بأن يتم الحديث وسط الجزائر بلغة واحدة، وهي الاتفاق على كما نقول في المغرب بأن العامزين داخل دولة الجنرالات. نعم إبراهيم بوليد، الاعتقال تم بعد منتصف الليل، الاعتقال تم نعم. بحجز كل بعض المعدات العمل، الاعتقال تم أيضا أو وضع مدير إذاعة أم تحت النظر لمدة 48 ساعة ثم تأجيلها بعدم استجوابه، هذه كل أمور تدخل في إطار غير قانوني، كيف ترى كل هذه الأمور؟ صحيح، بأن أن يتم الاعتقال في الواحدة ليلا في منتصف الليل كما أشرت ابنة إحسان القاضي عبر مختلف وسائل الاتصال بأن تم اعتقال والدها في منتصف الليل من طرف وحدة تابعة للمدير العام للأمن الداخلي الجزائري، 6 أشخاص ودعوه في سيارتين في منتصف الليل، اقتادوه إلى سكنة عنتر. أكيد كل أمور يعني لا 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 تسع إلا أن نقول بأن هل أصبح الإعلامي يكتب بقلمه أو يتحدث بصوته أكثر يعني ذعرا في صفوف يعني النظام الجزائري؟ هذا صحفي يعني صحيح بأنه ظل صوتا مغايرا لما يحدث في الجزائر، لكن كل هذه الأمور التي حدثت، أن يتم اعتقاله ليلا وأن يتم اقتياده في سيارتين وأن يتم اقتياده إلى مقر عمله في منتصف الليل، أكيد كل مؤشرات يعني تشير بأن القادم أسوأ في حقوق الإنسان وفي حرية التعبير في دولة الجزائر، ما لم يتحرك الجميع باعتبار بأن حتى الحراك الجزائري الذي استمر لعدة أشهر لولا كوفيد-19 الذي حد من ذلك، أكيد كل إشارات الآن في ظل هذه الانزلاقات التي حدثت وتحدث مؤشرات واضحة بأن القادم أسوأ في ظل ما يفكر فيه النظام الجزائري، خصوصا إرادة عبد المجيد تبون في ولاية ثانية، وكما يحلل الجميع بأن نظام العسكر ربما له رأي آخر في عودة ثانية لعبد المجيد تبون. نعم إبراهيم، التضييق على الجسم الإعلامي بالجزائر هل يمكن أن نعتبره استثناء أم هذا جاري به العمل بمختلف الدول المغاربية؟ نعم أكيد في كل الدول المغاربية هناك يمكن القول بأن حرية متفاوتة من بلد إلى بلد، في كل بلد قد
تصدر يعني تقارير سنوية تشير إلى اعتقالات صحفيين وتضييق على حرية التعبير. في المغرب مثلا لا ننظر إلى حرية التعبير بأننا في بلد ديمقراطي 100% وأن ليس هناك تضييق وأن الأمور يعني جيدة جدا. صحيح هناك عدة مضايقات لكن ليس بالمستوى الذي يحدث في الجزائر، ليس بهذه الطريقة التي تحدث مثلا في تونس، ليس بالطريقة التي يعني يتحدث. نعم أسمعك إبراهيم تفضل. نعم كما قلت ليس بهذه الأمور المرعبة التي نسمعها في الجزائر، باعتبار بأن قد تخرج من بيتك في بيتك في الجزائر وقد وأنت حامل معك يعني قلم أو ميكروفون لتتحدث عن قضية معينة وقد لا تعود أو يتم اعتقالك ليلا وسط فراش نومك. هذه الأمور غير موجودة في المغرب. صحيح أن هناك متابعات عدة صحفيين وهم الآن مقبعون في السجون، لكن ليس بقضية النشر، هم متابعون في قضايا أخرى أكيد بعيدة كل البعد عن قضايا النشر، وإن كان الحديث يعني من طرف المنظمات الحقوقية وكذلك النقابات الإعلامية تشير، وكما أشير أنا شخصيا كذلك وأطلب من منبركم بأن يتم يعني العفو عن كل المعتقلين الحقوقيين وكذلك الصحفيين، باعتبار أن الصحفي هو صوت الشعب وهو صوت الحق وهو الذي يمكن أن ينبه إلى تلك الاختلالات وتلك الانزلاقات التي قد تشوب المجتمع. إبراهيم سؤال كما طرحته على الصحفية الإعلامية التونسية غسان بن خليفة، هو ما مدى أهمية أن تندد منظمات حقوقية أو إعلامية ومؤسسات إعلامية بقضايا مثل هذه، يعني إدماج هذه القضايا ضمن ملفات منظمات حقوقية عالمية؟ ما مدى أهمية الضغط الذي يمكن أن تقدمه مثل هذه المنظمات على السلطات بالجزائر أو بتونس أو بالمغرب مثلا؟ نعم، هو في كل سنة يتم إصدار تقارير سنوية تشير إلى وضعية حريات الصحافة في كل بلد. إن كنت بلدا ديمقراطي وتسعى دائما إلى تحسين مؤشرات بلدك لدى المنظمات الحقوقية ولدى المتابعين لبلدك، فأكيد تبذل مجهودات كبرى لكي تحسن كل سنة يعني تلك الأمور التي تشير لها الجمعيات الحقوقية وكذلك تلك المنظمات التي تصدر كل سنة واقع معين أو حوادث معينة من خلال متابعيها وكذلك الجمعيات الحقوقية الإعلامية التي تنشر في بلد معين. لكن إن كنت في بلد لديك فقط رغبة في الوصول إلى ما تسبو إليه أنت فقط ولا يهمك من يتابعك خارج البلد، فلا أظن بأن بلد مثل الجزائر مثلا سيكون حكام الجزائر، لا أقصد الجزائر كدولة وكشعب، حكام الجزائر الآن قد لا يأبون وقد لا يعتبرون أن ما تصدر الجمعيات الحقوقية العالمية بخصوص واقع حرية التعبير شيء مهم، باعتبار بأن هم في كل سنة لديهم ردود موجودة بأن هناك تحامل ضد الجزائر وهناك تدخل أجنبي لأجل التضييق على الجزائر وتشويه صورة الجزائر أو كذا. لكن أظن في رأيي الخاص بأن مثل هذه البلاغات وتلك التقارير التي تصدر كل سنة هي جد مهمة، أولا للتنبيه إلى أن هناك ميثاق أممي وقعت عليه مجموعة من الدول بما فيها المغرب والجزائر وتونس وغيرها، بالتالي يجب احترام تلك المواثيق التي تنبت المصادقة عليه باعتبار بأنها كذلك ملزمة في أمور أخرى. لما يرغب بلد مثلا إلى الاستدانة أو إلى غيرها فأكيد يتم الرجوع إلى هل البلد هذا انخرط بشكل كبير في تلك المواثيق التي قد وقع فيما قبل. شكرا لك الصحفي إبراهيم بوليد، كنت معنا مباشرة من المغرب. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم من حديث مغربي. شكرا لطاقم الإخراج، في أمان الله.